هذا السائل يقول: حديث هن لهن ومن مر عليهن من غير أهلهن. هذه المواقيت، مواقيت الإحرام التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المواقيت الخمسة: ذي الحليفة لأهل المدينة، ولأهل اليمن هي لملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام والمغرب الجحفة. وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، لا يتعداهن إلا وهو محرم. نعم.